شير. انا دابا حاليا كاين في العمق ديال 1500 متر. انا باغي والو. يحو انها المغامره تهني يا الروح. كيخرج من الارض. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. اليوم ان شاء الله باذن الله واحد التحدي اللي هربان بزاف. ملي درت ديك المغامره ديال المغاره الاخوان عجبكم الفيديو بزاف، قلتوا لي حاول دير لنا بحال هاد المغامرات، واليوم ان شاء الله باذن الله. دابا حاليا انا من وسط ديال الغابه كنقلب على واحد الغاره الاخوان. الغار كيقول لك الداخل ثاني مفقود والخارج مولود، داكشي علاش قررت اليوم غادي نكتشف داك الغار وغادي نشوف اشنو فيه. وكيقول لك هذاك الغار مليء بالخفافيش ومليء بالحيوانات، يعني كاينين احنا دابا حاليا في الغابه، والغابه اش كيكون فيها الاخوان؟ كيكون فيها الحلوف، يعني غادي نقدروا نلقاو الغيران ديال الحلوف تما الاخوان. هادشي اللي غتشوفوا معايا ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو. وما نطولش عليكم، كنتي انت اول مره كتشوفنا ما تنساش معك واحد لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع اصحابك، ولا تسقاو المغامره ديالنا. تابعنا تماره ديال بصح. والاخوان بزاف ديال الناس ما مابونينش، راه كيف كتلاحظوا هنايا 80% ما دايرينش سبسكرايب. حاولوا ديروا سبسكرايب الاخوان، تكبر العائله ديالنا ونزيدوا نغامروا بشي حوايج اخرى الاخوان، تكون اللي هربانه بزاف. كنقول لكم ديما هذه غير البدايه، مازال شي حويجات اخرين من القدام. ودابا خاصنا اول حاجه نقلبوا على داك الغار بين هاد الشجر، خاصنا نقلبوا عليه، خاصنا نقلبوا عليه الاخوان. هنا بان ليا ما بانش ليا كاين هنايا لحقاش كاين الماء الخوت، والبلاصه اللي كيكون فيها الماء راه عارفين اش كيكون فيها. هنا كلها ماء الخوت، شوف ما خضر، شوف ها ها ما خضر الاخوان، يعني هنايا ما كايناش من غادي ندوز، يعني تحنسرت من هذه البلاصه. غادي نعاود نخرج ونشوف بلاصه اخرى. 100% هنا كاين الحلوف، هادو 100% رجيلات ديال الحلوفات، شوف ها هادو 100% قسما والله حتى ديال الحلوف، والله حتى ديال الحلوف. ها والحلوف الاخوان اش كيدير؟ كيدير طريق ما بين هاد خاشش. والله حتى رجلين ديولو، والله حتى رجلين ديولو ناري وتجي شي صرب. شو الاخوان هنا موجود الحلوف، يا ربي السلامه. حاولوا تلايكيو هاد الفيديو ان شاء الله، وغنجي نديروا رحله البحث عن الحلوف. والله حتى نديرها، غندبر على شي كلب يكون ناضي داري على الحلوف. انا راه كنموت على هاد المغامرات. المهم الاخوان غنلقى الغار وغنبارطاجي معاكم. راسي واقيلا ما غالط في الطريق، واقيلا الاخوان 100% غالط في الطريق، ولكن هادو والله حتى الاثار ديال الحلوف قسما بالله حتى الاثار ديالهم. ها انتم الاخوان، هذا والله حتى الاثار ديالو، ها انتم والله حتى الاثار ديال الحلوف هذا. وشوف حيوان كبير ضروري غيحيد هذا. دابا الحلوف كيتخشى من هنايا، الحيوان الكبير مثلا شي بقره ولا شي حاجه غتهرس هذا وما عندهاش الحق انه يدوز منه، ولكن الحلوف مع مبيزوط كيدخل من هنا. يعني هذه اثار ديال الحلوف كاملين. ها هو هال، شو الاخوان الاثار كي دايرين؟ نتبعوا. هو الاخوان الحلوف اش كيقول لك؟ كيقول لك كيتم جاي يجري وكيدخل في بنادم. حتى لا والله حتى الدخاشج ديالو هذا قسما بالله. لكن حنا ماشي الغرض ديالنا بهذا الشيء الاخوان، الغرض ديالنا بالمغاره. واو ترى بزاف هذا الشيء هذا. هنا وليت كنوقف دابا، منظر واعر هذا، يا
يا سلام والله الا ما يضر واعر هذا. يا سلام على نقطه كديره والله الا غابه واعره تستحق الزياره. شو كيدير الاخوان ما شاء الله. اول حاجه غنرتاح واحد شويه هنا عاد غادي نكمل الطريق ديالي لهالاتجاه. انا كنظن سولت واحد السيد قال لي راه من وسط ديال الغابه وما عرفتش نيت فعلا واش من وسط الغابه ولا لا. انا دابا حاليا تيه ما عارفش، ولكن ان شاء الله باذن الله الا لقيت هذا الغار هذا راه غنبارطاجيه معكم في الفيديو. واه كريغر موجوده هنا، ويلي ويلي ديال الصيد هاد البلاصه هادي والله حتى ديال الصيد. الغرض ديالنا ماشي بهادشي. المهم الاخوان لا تسقاو نقلبوا على المغار. شو سبحان الله على جماليه في هاد الطبيعه ما شاء الله. الشجر كيفاش داير والماء في ديك الخضوره الخزه الاخوان. يا سلام هذا كنظن انه واد الخوت، هذا كامل يكون واد. شو واحد الجماليه ما شاء الله، واحد الخضوره واحد الشجيرات، داك الشيء سوبر. دابا نمشيو نكملوا الطريق ديالنا لحقاش الاخوان، طريق طويله وقليل اللي يشد معاك. ليتس جو. الغيس 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 اخوان عيت الله يتعيت قسما بالله. دابا سولت واحد السيد قال لي راه مازال قدام ماشي هاد الغابه، الغابه الاخرى غادي نضرب ثاني تقريبا واحد 2 كيلومتر وغادي نوصل ان شاء الله باذن الله باش ندخلوا لهذاك الاخطر غار كيتواجد هنا في هاد المنطقه. المهم ليتس جو المغامره ديالنا. واخيرا بعد معاناه لقيت التراجي اللي غادي نشد. المهم بلاصه واعره صراحه كيف كتلاحظوا. غنشد الطريق هذه، هذه بيستا وطالع للجبل الفوق. ليتس جو. خوج الطريق هذه كدي من هنا كنظن انا غادي نطلع حتى الفوق وهذا نتم غادي باش نختصر نطلع منه. ترى جبل قاصع القاصح. شو على اطلاله من هنا. يا سلام هذا بدا يروح للمعزه. شوف تكركب بحكاك الله يحفظ، ترى لك بحال ترى الحجره الله يحفظ. طلعت الراس دابا خصنا نقلب عليه فين كاين. وانا طالع مع الجبل بانت لي هاد النبته هادي الكحيله. شو هادي الاخوان كتروى العطش وفيها واحد المذاق واعر والله الا كنجيو معاكم. الاسم ديالها الكحيله، هاد الكحيله غيعرفوها جدودنا الاولين والله تبنينا فيها واحد المذاق. بالنسبه لها كانت الرائحه ديال الفم ديالك كريهه، حاول دير هاد النبته هادي واعره. ولا مشيتي تدرتيها مع مع سميتو مع الحليب، ولكن تذكر ما تاكلش خضره بحال هكا. شتي نكتافو بشويه ونكملو الطريق ديالنا. والله الا بالصح الاخوان راه ما جايب معايا لا ما لا والو، طالع الجبل هذا اول ديفو غنديرو. واخيرا بعد معاناه ها هو الاخوان، وبعد معاناه ديال الطريق قسما بالله تعيت عيت باش نلقى هاد الغار هذا. يا بسم الله حتى شو كيدير وكيخلع يا ربي السلامه. بسم الله توكلنا على الله. هذا هو الغار اللي كيقول لك الداخل مفقود والخارج مولود. واش مستعدين انكم تكملوا معايا هاد الطريق هذه؟ الا خرج هي هذه كيكون طلع الفيديو، ما خرج هي هذيك الاخوان. المهم
على ود المغامرة والاستمتاع. أنا كنستمتع في هذا الشيء، وكيف كنقول لكم حاولوا تلايكيو الماكسيموم الفيديو هذا، 10,000 لايك الإخوان أنا عارفكم تقدروا عليها. المهم بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم. أول حاجة غندير الاحتياطات وغادي ندخل إن شاء الله بإذن الله نكتشفوا هذا. غندير البيل ديال الراس والمسائل والدوار. بسم الله. السلام عليكم الخوت، الداخل مفقود والخارج. نبداو على بركة الله. شو على إطلالة الإخوان من هنا، يطلع على هربانة ديالها بصح شو علاش كيطل؟ ووو شو علاش كيطل؟ ترى كنجيبكم شي فلايس الرعب. يا بسم الله على بركة الله. وخا هذا الإخوان ما فيش شارج بزاف، يعني يقدر يسالي ليا. السلام عليكم. يا بسم الله توكلنا على الله. بحال هاد الغيران الإخوان راه كيكونوا غير من التراب. شو لي هذا؟ جرانيت وقيلة ديال الجرانيت. السلام عليكم. ترى طويل. بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم. هنا راه كيكونوا الحلالة في الإخوان. تقبل مشات ترى كبيرة صاحبي. السلام عليكم. تشو غار قداش؟ غار ما يمكنش. السلام عليكم. السلام عليكم. تبارك الله قداش. ما بغينا نأذيو تا شي واحد. مغارات كاين باب هنايا، باب هنا الإخوان، ها هو الأول ومازال باقي الثاني. دابا غادي نكتشفو بالواحد بالواحد، غنكتشفو هذا الإخوان غنشوفو أشنو فيه. هنا الإخوان كيف كتلاحظوا مسدود، مسدود هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. دقات ديال القلب ديالي كيتزعزع. هنا مسدود، يعني هنا ما كاين والو. كيبان ليا بحال شي صخور في شكال هنايا، صخرة في شكال هنا. يكونوا كانوا كيجبدوا شي حاجة من هنايا فبكري. السلام عليكم. واو ترى غارق الخوت. الخوت بغيتو المغامرات، مازال جايين المغامرات. تا شو وترى ما يمكنش. الشعر ديالي بوش. السلام عليكم. حنا بغينا نادو حتى شي واحد، بغينا نادو حتى شي واحد. جينا نكتشفو ونمشيو، إلا كان شي واحد يرد علينا السلام. السلام عليكم. دخلت بزاف الخوش. السلام عليكم. لا تسقاو. ما خصنيش ندير هذا مسدود، هذا مسدود والحبر. واه هادشي كيلمع الخوت، هادشي كيلمع، كيلمع الخوت قسما بالله كيلمع. ها نتوما شو شو هادشي، هادشي شناهو كيخرجوا الارض، هادشي شناهو كيخرجوا الارض. شو شو هادشي، هادشي شناهو الخوت. ها هو بيض. شو هادي غنديرها في جيبي، نهرش شويه ندي معايا. السلام عليكم. حنا راه ما جايين باغين والو الخوت. البوانتر غادي نشوف البوانتر. بلاتي جايب معايا البوانتر بحال هاد اللعيبات هادو، ماشي خاصنا نغامرو وما ندوش معانا الرزق. الخوت راه ما باغين والو. حيد عليا ما كاين والو. المهم الا كان شي حاجه، شي حجره ولا شي حاجه، غنقلبوها الاخوان بالبوانت. ديما كنتصيد في هاد اللعيبه هادي، كندخل كنخاطر بحياتي. الا كان شي حاجه هنايا نولي غني والله تنبقى ندير لكم فيديوهات. عندكم تسحابوا ما بقاش ندير لكم، راه الحب الاستطلاع. المهم هاد البلاصه هادي مسدوده الاخوان. دابا غادي نكملوا الطريق الاخرى. انا بغيت غير الباتريات ما يساليوش ليا ديال الضو. غنكتشفوا معاكم زنقه بزنقه.
السلام عليكم. المهم جيت من هنا نكمل دابا من هاد الطريق هادي، لحقاش طريق اخر كاينه نكمل من هادي. السلام عليكم. وتبارك الله الخوت، قسما بالله حتى الرعب. كنصح حتى شي واحد يدير بحال هاد المغامرات، قسما بالله حتى قلبك تقدر تسطي، يقدر يخرج لك شي واحد دابا من هنا. شناهو تمايا؟ نكملو من هنا ولا من هنا الخوت؟ واو يا ربي يا ربي. السلام عليكم. حنا مبغينا نادو حتى شي واحد، غنكملو الطريق هادي، ما باغي نادو حتى شي واحد. على بركة الله، هذه الإخوان تاهي مسدودة، هذه تاهي مسدودة الخوت. شو يعني هاد الطريق هادي مسدودة؟ نكملو الطريق الأخرى. هنا كانوا كيحفلوا على شي حاجة، واش معادين، واش شي حاجة كانوا كيجبدوها من هاد المغارة هادي، ما عرفتش. بعدا أول مرة غنشوفها أنا، راه تبهضت فيها، راه كبيرة بزاف. هادي غنكملو تاني من هنا باش نقلبوها درجة بدرجة. هنا كيطيح، كاين هنايا؟ كاين والو. اش كاين هنا؟ السلام عليكم. حنا راه ما باين ادو حتى شي واحد. اللي كاين هنا يقول سلام. قل اعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخوان هذا غار. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كاين الضو تم، كاين الضو. السلام عليكم. ما عرفتش اش كاين تمايا، نكمل التراجي ديالي لهنا باش نكتشفوا الإخوان. السلام عليكم. المهم اسمحوا لي الإخوان على هذا، ولكن ضروري الا دخلتي لبحال هاد البلايص اللي كيكونوا خاوين خاصك تذكر السلام، تذكر تسلم على البلايص اللي حيت اي بلاصه كتكون بحال هكا الاخوان كفا هي كتكون مسكونه. فهمتوا الخوت؟ يعني ضروري خاصك تقول السلام. ونقراو دابا شويه ديال القران هنا في هاد البلاصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المهم الإخوان هاد البلاصة هادي تا هي ما فيها والو، يعني أنا والله تتوترت هنا وما عاقلش على مين جيت. ها نتوما غار آخر من هنا الخوت، الله يرحم لكم الوالدين. راه أش نقول لكم؟ نقول لكم عقلوا معايا، راه ما يمكنش. وهادي كتبان لي ما مكتاشفاش، يا ربي نبقى عاقل. السلام عليكم الخوت. تلفت والله حتى تلفت، ما نكذبش عليكم تلفت. السلام عليكم. واش هادي دزت منها؟ دزت منها. ايوا البلاصه اللي ما دزتش منها هي اللي خاصني ندوز منها. هادي دزت منها، ناري كيتلف هاد الشيء، يعني تما مسدوده ياك الاخوان. جيتكم من هاد البلاصه؟ دخت الخوت والله حتى دخت. جيتكم من هاد البلاصة؟ هاد البلاصة جينا منها. السلام عليكم. جينا منها، يعني غنكمل تاني التراجي ديالي من هنا وغنخرج من الجهة الأخرى باش نحدوها الخوت. حنايا عندنا خاصنا نحدوها. تعرف شي راه شحال؟ دابا مزيان، يعني هاد البيوت هادو دايرين بحال الإسطبلات، ما كاين هنا تقريبا والو دابا. السلام عليكم. حنا راه ما باغيين ادو حتى شي واحد. واش في نظركم اشنو غادي يكون في هذه المغاره اللي تقريبا كاينه واحد الف الاخوان مترو تحت من الارض؟ اشنو غادي يكون وعلاش حفروا هاد الارض هذه كامله؟ اشنو استخرجوا دابا من هاد البلاصه؟ الله اعلم اشنو خرجوا، الله اعلم. خوت الفيديو راه كيف كنقول لكم غنخليه سبونطاني، غنشدوا الطريق ديالنا من هاد البلاصه. مغامرات الاخوان راه كيكونوا بحال هكا، خاصك تقصد الهدف ديالك. الله الله الله. السلام عليكم. هذه بدات كتحذر. السلام عليكم. هذه بدات كتحذر.
بدات كتحضر هذه يعني تما والو، هذه مردومه الاخوان، هذه مردومه كيف كتلاحظوا، هيكون 100% طاحوا هذا الحجر هذا وطاحوا بقى كيردم فيها. وهذه في هذا الصخر هذه واش الجرانيت ولا شنو هو الله اعلم. مهم لا تسقاو نخرجوا، هذه مسدوده الخوت بحال الاخرى، ولكن هذه تردمت الخوت تردمت. قل هو الله قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هما المغامرة غيجيو وليدي. وكهف اخر، يا ربي السلامة يا ربي. اخوان هذا هو اللي قلت لكم الثاني غادي نكتشفوه، انا راه وليته غادي. بسم الله الرحمن الرحيم، شمو هذا ولا شنو؟ حنا راه ما بغينا نادو حتى شي واحد. شدك شي تم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شدك شي تم الخوت؟ الخوت الخوت قلبي قلبي قلبي، راه دخلت بزاف الخوت. هجا ما خرجني. السلام عليكم، شنو هاد الشيء هنا؟ حجرة طاحت شي حاجة مشيت ليها الخوت هنايا. ألقى السمن بالله تبورشت، اش كانوا كيجيبوا منها؟ الله أعلم، غيكون راب هذا. السلام عليكم، انا مغاره، اش كيجيب لي من زعما مثلا هنا؟ واش هذا الغسول ولا شنو هو الخوت؟ ما عرفتش شنو هو هذا الشيء. هذا هذا المعدن هذا والله ما عرفتش واش معدن ولا شي حاجه. شو كيبري شو كيبري الاخوان؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا بحال هذاك اللي كنا كنقراو به في الجامع، راه اللي عارفو يقول شي كتمحي به اللوحه ديال الفقيه. قسما بالله فاش كنا كنقراو شحال هذه يامات كانت القرايه في الجامع، كنا ملي كتعرض على الفقيه شي حاجه كيقول لك سير محيها. الله الا باقي عاقل عليها هو هذا الاخوان، انا متاكد كيقولوا ليه جيرو، ما عرفتش كيقول لي واحد السميه، خليوها لي في لي كومونتير. راه كاين بزاف هنا، غنمشيو هادي تحديناها الخوت. دابا غادي نقلب من نخرج، دابا كلها حديناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الخوت راه كبير بزاف الخوت، وانا تلفت دابا قسما بالله تلفت. ولكن حنايا راه الحب المغامره والاستمتاع، راه ماشي راه كنقرب حال هاد الصورات هادو الاخوان. ضروري ضروري باش كتحسن راسك وكتدخل بامان وتخرج بامان. السلام عليكم، عاد كيجاوبني شي واحد يقول لي باش عرفتي راسك هتخرج؟ تا الخوت راه مايمكنش، راه الرعب 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 ديال بصح والله تا الرعب. تا راه كبيره الخوت، كبيره كبيره بزاف. واش غادي نخرج ولا ما غنخرجش؟ هذا هو السؤال المطروح، واش نقدر نخرج زعما؟ اش كاين هنا؟ السلام عليكم، ترى لالي الخوف، شوف راه ما كنخافوش، كنخافو الله سبحانه وتعالى صافي، وحنا راه مسلمين، راه ما بغينا والو، جايين مسلمين. شو داكشي كيبري تما؟ والله تنشوفو، والله تنشوفو، وحفرة وبير وبير بير بير، يا ربي السلامة، بير الخوت. شو هادشي كيلمع؟ كيلمع في هذاك الحجر؟ والله حتى كيلمع، قسما بالله حتى الحجر كيلمع. شو 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 اللي معانا؟ هاد الحفرة هادي، شو اللي معانا الإخوان هنايا؟ شو شو اللي معانا هنا؟ شو شو ها؟ كيلمع هادشي هذا، ما عرفتش شنو كان هنايا، اش كياخذوا من هنا زعما؟ شو
في البيران. اخوان كيف قلنا لكم نخلو الفيديو سبونطاني باش تعيشوا معنا تجربه والمغامره. السلام عليكم. هذه كتنهار يعني كيريب داكشي من الفوق الاخوان. حنا راه ما باغين والو، جينا نكتشفو ونمشيو. اش كاين تاني؟ واه شفت شي خوت؟ راه ماشي كنديرها بالعاني، شي واحد شي على العافية هنايا. شكون اللي يكون شي على العافية؟ 100% يكون شي جني بحالي. ترى كبيرة بزاف، هادي ما محدوداش هادي الخوش. السلام عليكم، حنا بغينا نادو حتى شي واحد. واو شفت شي؟ بغيت نفهم انا شفت شي كيخرج من الارض. ها ها انتم الاخوان، ها شفت شي كيخرج من الارض بحال البوليستير. شوه والله حتى بحال البوليستير هادشي. هذا غيكون شي حاجه، هذا ياك ما يكون هذا هو البوليستير ديال بصح. البوليستير الاخوان الناس ديال صحاب طروري هما اللي غادي يعرفوا بوليستير شناهو. السلام عليكم. ترى باقا كبير على الخوت. اسمع فوندية في الماء. شحال ديال الماء؟ السلام عليكم. كيبان ليكم مزيان ولا لا؟ ترى شي بيسين هذا، والله حتى بيسين. وا فيها الماء وبعيده. شنو مع الاخوان شنو ديال شي عمال؟ كاين حنا ما نعوموش، كمل الطريق ديالنا. ما نقي يا صاحبي، عرفتي دابا راه انايا راه تقريبا راه شي 1500 تحت من الارض. ها انت شو سبحان الله الماء في الكل ديما، فاش كتحفر بحال هكا كيخرج الماء. شحال الخوت هاد البلاصه كامله راه بحيره كبيره الخوت. احنا ما عندناش الغرض بالبحيره، عندنا الغرض باننا نكتشفوا شنو هنا، نبقاو نحدوها ونتحدوا المخاوف ديالنا غادي نمشي الماء. الخوش هنا نقي كبيرة بزاف. السلام عليكم، شنو داكشي؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. شو البخار خارج مني الخوش، شو البخار خارج مني. المهم السؤال المطروح تما الاخوان، كاين الماء بزاف يعني ما كاينش كيفاش نقدر ندخل لداخل. ما جايب الشورط وجايب الاخوان تليفوني وجايب بحال هادو وجايب كاميرات ديال جو برو، خفتهم يسالوا ليا حيت هنايا تقدر الله يحفظنا نخرج فهمتوا، ويسالي لك الشارج يسالي لك بزاف ديال البلانات. دابا الاخوان غادي نخرج هنايا، هذه فيها الماء، هاد البلاصه كامله فيها الماء الخوت. الله المستعان الله المستعان باش نخرج الخوت. تقريبا هاد النقطه ديال الماء تقريبا انفو كيكون الماء صافي، راه كيتحدى الطريق.
دابا السؤال المطروح كيفاش غندير حتى نخرج وجيت من هنا ما يمكنش الخروج ما يمكنش ندوخ وجيت من هنا ولا والله ما عرفتش واش من هنا الخرجه. السلام عليكم. يا ربي السلام. المهم اخوان غنطول عليكم في الفيديو بزاف، غنخرج ونبارطاجي معكم خرجه صراحه. هنايا ما كاين حتى شي حاجه متميزه، كاين غير كهوف الاخوان. اشنو كان كيتجبد من هنا؟ هذا هو السؤال المطروح اللي بغيت نعرف انا. حاولوا تخليوا لي في لي كومونتير كاملين اشنو في نظركم كيتجبد من هذه الحفره هذه او هذا الكهف هذا او هذا الغار هذا. شنو كيتجبد الاخوان؟ هادشي اللي كاين الاخوان دابا غادي نخرج، راه باقي عندي جبده ديال الطريق. شو شحال ديال الغيران، شو شحال ديال الغيران قدامي. شو البيل هذا؟ كانت العافيه هنا، يعني غنخرج من هنا الخوف. انا راه كنعقل بالنسبه للناس اللي غادي يخافوا عليا ولا شي حاجه، حيت عارف العائلات الزوينين كيحبونا وكيخافوا علينا. ما تخافوش، انا راه كندير الاحتياطات ديالي وكنعرف فين ندخل وفين ما ندخلش وكنعقل مزيان. ماشي احنا ما كنخافوش، الخوف من الله، من شي حاجه اللي تضرنا وصافي من هنا للقدام. حيت هاد الاماكن الاخوان راكم عارفين اش كيكون فيهم. اسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الحمد لله اكتشفتها. انت شو قداش الخوت؟ ما عرفتش ثاني مين 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 مين. زيد الخوت سمحوا لي غنقطع حتى نخرج ان شاء الله باذن الله ونبارطاجي معكم واش خرجت ولا ما خرجتش. يا ربي السلام، داز لي محد راسي الخفاش، كان يتخشى لي فمي يا صح. واه بسم الله الرحمن الرحيم. تسل دابا عاد بنتي الخفافيشو. المهم خوت حاليا انا ديخ والله الا ديخ، نقاد الانرجي ديالي في هاد البلاصه، عاد غنكمل التراجي ديالي. بغيت نبارطاجي معكم غير هاد الدخله هذه. هاد القوس هذا كاين في بزاف ديال البلايص، يعني هنا كاين قوس، الجهه الاخرى قوس، ومدخل في مدخل، يعني متاهه ديال بصح. انا دابا حاليا كاين في العمق ديال 1500 متر تحت من الارض الاخوان، سطروا عليها، راه الاكسجين كيقل لك، لذلك ملي تحاولوا تدخلوا بحال هاد المغارات هذو تحاولوا تدو معكم الماء. انا ما جاتش معايا الماء، ولكن الاخوان راه شربت من هذاك الماء، راه ما نكذبش عليكم. انا في الطبيعه كنقول غير بسم الله وكنشرب، ما نكذبش عليكم، شربت من هذاك الماء، كنقول بسم الله وكنشرب. واش نضيع الانرجي ولا نموت انا؟ تصوروا معايا دابا لو حلت انا، شنو هو المنجا الوحيد ديالي في هاد البلاصه هذه؟ هو داك الماء، سبحان الله لقينا الماء، هذاك هو المنجا الوحيد. حيت الماء الاخوان كيخلي الجسد يحافظ على الحياه ديالو لمده 3 شهور الخوت. اما الجوع اما الماء لما كانش عندك الماء تقدر تموت في ظرف شهر بحال هكاك، تموت شهير بحال هكاك تموت. ولا الا كتخاطئ الاخوان حاولوا تصحوا لي المعلومه. المهم الماء كيخليك على قيد الحياه تقريبا واحد 3 شهور مقارنه بالجوع الخوت. والعكس لما كانش الماء يعني تموت في اقل من داك الوقت اللي قلت لكم. والله يلطفنا وصافي، والله يلطف بينا اننا نخرجوا. اكتشفنا هاد المغاره كامله دابا، ما لقيتش فين ندور، جيت نريح نسارح شويه ودابا غادي ندير ليتس جو. تقريبا الاخوان ساعتين وانا غادي غير في هاد المتاهه هادي. الله يحضر السلامه، الى اين ما ندري، ما عرفتش. المهم غادي نشد الاتجاه ديالي. يا ربي السلام، واش هادي خرج منها ولا دخلت؟ والله الا دخلت الخوت، ومتاهه ما عرفتش الخوت، والله ما عرفت. وكيتشابهوا، واش هذاك الشيء تما؟ المهم الخوت غادي نقلب نحاول نجري في هاد البلايص باش نلقى من نخرج، حيت الا بقيت بحال هكا تقدر تضيع عليا الطاقه. والغار واخيرا الحمد لله على السلامة، والله إلا الحمد لله على السلامة. واه الحمد لله وأخيرا. المهم الخوت ترى مغامرة شيقة باش أنك تدخل الغار لداخل وتلقى المخرج. ويلي 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 ويلي، أخيرا بعد معاناة الحمد لله على كل حال. وش على إطلالك
يا سلام. الحمد لله الإخوان، تمت العملية بنجاح. صراحة ما لقينا والو اللي متميز تما، غير هو تكرفصنا بزاف الخوت في العيا. ولكن سارحت الإخوان لحقاش، ما قدرش أننا نزيد نكمل. سارحت وروات لينا العطش ديال داك الماء. تعرفتي داك الماء فين كاين؟ شربت منه. الله يحضر السلامه وصافي. المهم الاخوان، كنتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو، والا عجبك هذا الفيديو ما تنساش لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع اصحابك، ونتلاقاو في فيديو جديد وتجربه جديده ومغامره جديده. الا عجبكم بحال هاد الفيديوهات، حاولوا تكتبوا لي جميل 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 وتبارطاجيو مع اصحابكم، ونتلاقاو في شي مغامره جديده. واللي عنده شي مغامره كيف ما كانت يحاول يخليها ليا في لي كومونتير. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم.